شلال على طريق عتمة. حجر بجر قال لي عمي عدل 10 1 2 3. ويا صباح خير. اليوم في صابة العالي طبعا، الاجواء برد لكن المناظر ما شاء الله روعة. كنا طبعا الصباح في ذيك الجبل، هذه قرية نعمان. حجر بجر قال لي عمي عدل 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسم الله. سندخل الضريح او الجامع المهجور. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى اله الطيبين الطاهرين. للاسف حسبي الله ونعم الوكيل، للاسف الله وانا اليه راجعون. يعني مئات السنين مبني ومهجور تماما للاسف الشديد، مرعى للاغنام وللدواب. وهذا البريك العامية. عن ما تنزل حد ينزل من الشلال رأسا للمسبح بيعبي كامل.